بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بنتكلم عن إدارة الدول وكيف تحقق الدول أهدافها. عادة الدول تستخدم أما قوة عسكرية أو قوة اقتصادية أو قوة ناعمة. القوة العسكرية طبعا معروفة، الجيش وكذا، والقوة الاقتصادية في بعض الأحيان أكو دول عندها فلوس كافية وعندها مصالح كافية إنه تقدر تحقق أهداف من خلال الضغط الاقتصادي على الدول الأخرى أو من خلال رشوة الدول الأخرى. طبعا القوة الاقتصادية شوية بها مشكلة، إنه ممكن إذا استخدمت بشكل غير حكيم الدولة تنظر عليها إنه هي مجرد بقرة حلوب والأهداف لا تتحقق، فقط يصير الصرف. أما القوى الناعمة فهو الإعلام، بما أنه إحنا كمواطنين اعتيادين ما عندنا سيطرة على القوى العسكرية أو القوى الاقتصادية، لكن لنا دور في الإعلام. اليوم ليس مثل البارحة، قبل سنين قليلة كان ممكن أن الدولة تسيطر على الإعلام سيطرة تامة من خلال الإذاعة والتلفزيون، وهذا هو فقط، أكو إذاعة وتلفزيون وأكو جرائد. الآن عندك مواقع التواصل الاجتماعي وعندك المواقع اللي الجرائد الإلكترونية، فالسيطرة عليها شوية أقل ودور المواطن شوية أكثر. فلا يوجد إعلام محايد 100%. كل الجهات الإعلامية سواء كانت جرائد أو مجلات أو إذاعات أو مواقع إلكترونية أو حتى حسابات مواقع الاتصال الاجتماعي لها أجندة، والأجندة يعني لها خط معين. فتجد أنه أجندة السياسيين المدفوعين بمبدأ تجدهم يحاولون إقناع المشاهد ويحاولون إقناع من يتكلمون معه، لكن إذا سياسي أو جهة سياسية ما عندها قيم ولا عندها فد مبدأ سوى أما أخذ الحكم أو الهيمنة على الحكم، تجد أنه ما تعمل شيء غير أنه تكسر بالأطراف المعادية لها يعني وتسب. إذا لاحظ عبر التاريخ لغة المخاطبة بالنسبة للشيوعية هي لغة يحاولون أنه يفهمون العالم أن الشيوعية تعني أن العالم كلها سواسية من الناحية الاقتصادية وكذا وكذا وكذا. زين عندك الإسلاميين اللي يتكلمون عن الشرع، عندك المسيحيين اللي يتكلمون عن المحبة، ثم عندك مطبلين الحكام. مطبلين الحكام لأنه ما عندهم أي مبدأ سواء كان مبدأ صح أو خطأ، ما عندهم شيء غير انه يسبوك. وحتى اللي جدا جدا متمرس بيها بالاخير ما عنده شيء غير المسبه، يجد ويحطك بخانة، بالانجليزي يسموه بيجن هولينج، يعني يباوع عليك ويشوف يقول لك، يعني على سبيل المثال يقول لك هذا مربي لحية، هذا اسلامي، اذا انت داعشي، انت متطرف، انت متشدد.
أو هذا عراقي، أنت رافضي، أنت مدري إيش، أنت عميل إيراني، أنت كذا. يعني شنو؟ عملية تبويب، يعني كل واحد إلى بوابة معينة، وما ممكن إنه يكون له عوامل أخرى. يعني مثلا على سبيل المثال، اللي ينتقد التطبيع الإماراتي لابد إنه يكون إخواني، ولا بد إنه يكون مجوسي، ولا بد إنه يكون كاره وحاقد ويغار منهم. زين، واللي ينتقد الحشد الشعبي أو إيران لابد إنه يكون صهيوني، لابد إنه يكون أمريكي، لابد إنه يكون بعثي. ليش؟ لأنه ما عندهم نقاش، نقاش ما عندهم، فيضطر إنه يلقي خانة يحطك بالخانة ويسبك. يعني ما خطرت على بالهم يوم من الأيام إنه ممكن إنه واحد يكون عنده ميول إسلامية لكن معترض على الإخوان المسلمين. ما خطرت على بالهم يوم إنه ممكن إنه الواحد يكون عنده ميول قومية وميول عربية لكن معترض على البعثية. هذا ليس غريب، هذا في شيء طبيعي بالنسبة للشخص اللي ما عنده مبدأ. أما اللي عندهم مبادئ، فالقوة الناعمة مالتهم تكون مبنية على نقاش، تكون مبنية على محاولة توصيل فكرة. منذ مشكلة الخليج مع الإخوان المسلمين، حاولت لو أجد واحد سعودي، بس واحد، يقول لي شو مسوين الإخوان لهم. يعني الآلاف يسبون، الآلاف يتهمون ويخونون وكذا، لحد الآن ما لقيت واحد يقدر يفهمني الإخوان شو مسوين. ما أنا بالنسبة لي، أنا مو إخواني، أنا عندي انتقادات واضحة للإخوان. أنا أعتبر التدريجية السياسية انتهازية، وأنا أعتبر التدريجية السياسية ليس لها شبهة دليل في الإسلام، لأنه أنت تدخل إلى نظام وتحاول تبدل من الداخل، معناها أنه أنت اعترفت بالنظام أول شيء، يعني أنت كفرت لي قدام، وبعدين التوب شنو؟ زين، الله سبحانه وتعالى زين قال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ما قال قل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون اليوم إلى أن أصير قوي وبعدين ما أعبد ما تعبدون. لكن لحد الآن مع آلاف التعليقات اللي أشوفها، وآلاف الناس اللي أحاول أبني معاه نقاش، ما لقيت واحد خليجي يقدر يقول لي شو مسوي لهم الإخوان. مجرد انه زيد وعبيد كره الاخوان، يعني احنا هاليوم نكرههم، لانه الناس ما عندهم مبدأ. واللي ما عنده مبدأ يسير مثل الانعام، وهذه مشكلتنا، هذه مشكلتنا. كل الدول العربية، كل الدول العربية غنم. وغنم ليش؟ لانه اصبنا بوهم. يعني على سبيل المثال، الشعب المصري تخلى عن الديمقراطية لأنه ممثلة قالت لهم فلوسكم راح تقل، راح يصيرون أفقر. تخلوا عن الديمقراطية، ما لازم ديمقراطية. إيش من بشر هذا؟ والبشر المثل هذا فعلا يستحق ديمقراطية؟ الديمقراطية ترى مو الأمريكان والإنجليز
يمنحون الديمقراطية. الديمقراطية لازم تكسب، والديمقراطية ما تنعم على كل الشعوب. النظام السياسي المفروض يكون انفصال، مو تجيب حاجة معلبة وتفتحها. الإسلام له نظام شورى وله نظام اختيار الحاكم، لا يختلف عن الديمقراطية. مجرد أنه الشرع ثابت، لكن اختيار الحاكم تقدر، المسلمين يقدرون يختارون حاكمهم بالقرعة أو بالانتخابات مثل أي نظام ديمقراطي. معنى كلمة ديمقراطية هي حكم الشعب. لا بأس بسلطة الشعب، لكن الحكم لله. بس تعال فهم أحمد أول، لأنه لما تحاكي واحد يحطك بالخانة ويسبك. وما دام ما عندنا وعي وما عندنا نضوج سياسي سنبقى كما نحن. والله يهدي الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.